يسموها الأكلة؟ هذا شو اسمه ريزو. هاي يعني هو على الطريق على الطريقة طريقة أم سيف. طريقة أم سيف ريزو على طريقة أم سيف. هم يسوون صدر الدجاج. فرشي. أي. بس إحنا راح نخلي دجاج صاحي، هذا الفروجي يسموه. هم يحطون شنو؟ يخلون صدر الدجاج. بس احنا نختلف. نختلف راح نخلي هذولي. وهي نفس الشيء يعني اكيد. هو المهم دجاج. واحد شلون يعجبك. طبعا. هسه هذا شنو صار؟ صار ريزو. صار ريزو. ريزو عراقي. ودقوس وياه بعد. وين هاي الدقوس والصلصه وياه يعني. ومنو راح ياكل هسه؟ ابو سيف ياكل بالعافيه. اضرب اضرب. نشوفكم حبايبنا، حبكم. ريزو. هاي ريزو متاكده شو العراقيين يقولون. هاي اكله الريزو. أكلة الريزو، عيني على الريزو، قد نحب الريزو، هو أهم شيء. أيوة إلي يلا. تريدين نشوف منو ياكل أسرع؟ لا. ها. نشوف بس. نسابق على الأكل، هذا الدقوس، أهم شيء الدقوس. بس أريدك تقول لي يعني. هسه خل أطيش رأيي هسه ها. انا اكل بيتي بعد ما تقولوا لي ليش. اويلي. خطوا ويانا. وينها اسمها الخاتونه؟ حار بعد. حاري. اويلي عيني. طبعا هذا الدخول. ينطي طعم كلش طيب. من مسوي الكتم هم؟ كاتمين الأصوات؟ نجهيهم. بس هو اللي يزرع من مو من يوم هذا الشيء من الدجاج يعني صح. بس هذا الصدق. أوكي شو تبي لهم؟ آه يا حبايبي أحبكم ونشوفكم إن شاء الله فيديو جديد وأكلة جديدة. من إيد منو؟ أبو سيف. وأبو سيف لا تنسين عيني. أبو سيف يلا حبكم اقطع حبايبي.